أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه وخاتم رسله أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم أيها الأحبة، يا أحباب الإمام، ورحمة الله وبركاته. بارك الله لي ولكم ولعموم المؤمنين هذه الذكرى، ذكرى ولادة سيدنا وإمامنا ومقتدانا الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آبائه الطاهرين، وعلى ابنه الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن مقوية دولته وسلطانه. قبس من قبسات حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهي الوصية التي يوصي بها شيعته في الانضباط والالتزام وفي الأخلاق وفي المعاملة مع الطرف الآخر فيما بينهم ومع الطرف الآخر، يعني مع بقية فرق المسلمين. أوصيكم بتقوى الله، هذه الضابطة اللي يذكرها القرآن دائماً، وهذه المناعة والحصانة الشخصية الإيمانية لكل مؤمن. أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله، ليكن كل عمل كل تحرك مقصودا مرادا لله سبحانه وتعالى، وصدق الحديث. هذه كلها كل هذه وصايا أخلاقية تربوية نورانية من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. صدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد. اللهم صل صلى الله عليه وآله. هذا فيما بينكم، يقول للإمام: أيها الشيعة، أيها المحبون، أيها الموالون، أيها المنتمون لمدرسة أهل البيت، التقوى، الورع، صدق الحديث، أداء الأمانة، طول السجود إلى آخره. هذا فيما بينكم. مع الطرف الآخر، مع أن الإمام كما تعلمون أيها الأحبة كان في ظرف قاسي شديد جدا، عاش في ظرف الإمام إلى درجة أنه أوصى شيعته أن لا يسلموا عليه من الاضطهاد العباسي
الاضطهاد من السلطة، محاصرته ومراقبته وتطويق بكامل التطويق، لكنه نور يشع فيؤثر حتى على الطرف الآخر، حتى على الأعداء. كثير ممن كان يناصب له العداء سلام الله عليه انقلب به الحال لما رأى أخلاق الإمام، سلوك الإمام، مواقف الإمام التي تنطلق من الرأفة والرحمة التي هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله التي يصفها القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإمام في سجنه، وضع السجن في حبسه، وهو يغير تلك النفوس، تلك الذوات المظلمة تشع عليها أنوار الإمام فتضيء لها الدرب. كل من كانت له قابلية أن يبصر ويستبصر ويرى النور، نور الإمام كان يؤثر، أخلاق الإمام كانت تؤثر. هذه قصة في حياة الإمام تروى. يقال أن شخص اسمه بهلول، الإمام كان عمره لعله 6 سنوات أو أقل، 5 سنوات أو في هالحدود، صبي. في الرواية أنه صبي، كان الإمام صبي. فمر عليه بهلول فرآه يبكي، هكذا يربي الإمام منذ الطفولة. فظن بهلول أن الإمام يبكي متحسرا على لعبة، خصوصا أنه بجنب أطفال يلعبون، فظن أنه متحسر على لعبة، فدنا من الإمام. سأله: أشتري لك لعبة؟ قل: أشفقت عليه، صبي يبكي بجانب الصبيان يلعبون، لعل ما عنده لعبة، متحسر على ذلك حسب الرواية. فدنا منه: أشتري لك لعبة؟ يقول بهلول: فنظر في عيني وقال: يا قليل العقل، ما للاعب خلقنا. شن توجيهات الإمام بعد طفل صغير؟ ما للاعب خلقنا. قال له: إذن لماذا؟ ليش؟ هدفنا من الخلق؟ قال: للعلم والعمل. من أين لك ذلك؟ يعني جيب في دليل. قال: من قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الإمام هديه، عطاؤه، أنواره، قبساته النورانية تشع في أي مكان كان وفي أي زمان كان. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هذا جعل إلهي من الله سبحانه وتعالى، حيث أنهم أنوار تشع لكل من يريد الهداية. إذن أوصانا فيما بيننا
هذه الوصايا: حسن الجوار، أداء الأمانة، صدق الحديث، انجي إلى الطرف الآخر مع المخالفين في عمومهم اللي مو ويانا في مذهب، كيف نتعامل معهم؟ شلون يرشدنا الإمام أن نتعامل معهم؟ في وصيته سلام الله عليه: صلوا في عشائرهم، صلوا في عشائرهم. هذا مو بس من اليوم، من ذلك اليوم، يعني عندما ينادي فقهاؤنا بوحدة المسلمين ومن له قابلية التوحد، اللي انسلخ انسلخ، ده شيء آخر، حديثنا ليس معه. واللي في نيته أن يمزق كيان المسلمين ويجعلهم يتصارعون مع بعضهم البعض فيتمكن منهم الأعداء ويجعلونهم في أضعف حالة ثم يتسلطون عليهم، ذاك مسخر، ذاك يد من أيادي الشيطان، ذاك عقل من عقول الشيطان، ذاك قلم من أقلام الشيطان، لا حديث لنا معه. إنما الحديث مع الإنسان المتعقل منه. إمامنا يوصينا: صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. هكذا نتعامل مع كل المسلمين. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم أيها الشيعة، شيعة الإمام، أحباب الإمام، الموالين للإمام، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه يكون داعية وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل يشار إليه. هذه أخلاق مو عند كل أحد من الناس، هذه أخلاق خاصة لمدرسة خاصة، أخلاق أهل البيت، إذا تخلق بها الإنسان الشيعي يشار إليه، قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب، أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن الصلاة على رسول الله، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله 10 حسنات. الإمام يقول لكم: لي ولكم ولكل من حمل عنوان التشيع والإيمان
احفظوا ما وصيتكم به، مو فقط يقول لي بس تقرأها وتمشي وخلاص، أو تسمعها وخلاص، أو تسمعها وخلاص، لا، احفظوا يعني الزموها، يعني مو حفظ النص، إنما احفظوها يعني التزموا بها. مثل الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، احفظوا ما وصيتكم به وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.